محافظة الوادي الجديد نظمت امبارح الملتقى التسويقي الثالث للتمور بالمحافظة، واللي بيقام للعام الثالث على التوالي بمشاركة 100 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى بعض الدول العربية، وده طبعا لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة. أيضا بيضم الملتقى التسويقي للتمور ندوات علمية عن الوضع الراهن لآفات التمور في المحافظة ورصد واكتشاف علم المستقبل في الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء وتأثير التغيرات المناخية على أمراض نخيل البلح. السنة دي في فرق كبير جدا وفي تطور كبير جدا حقيقة، يعني أكبر تجمع للمهتمين ولكل الصناعات القائمة على التمور، بداية من تدوير المخلفات التمور، الأساس، الأسمدة العضوية إلى آخره، مرورا بمنتجات التمور المختلفة والأعمال اليدوية والحرير. فأنا يعني شايف إن هو ده يعني تطوير هذا القطاع هيكون يعني مصدر خير ومصدر توفير فرص عمل جديدة وتنمية مستدامة في محافظة الوادي الجديد. من محافظات مصر بتشارك جميع المحافظات، محافظة اسكندرية، السويس، محافظة شرقية، محافظة أسيوط، كل المحافظات هنا بتشارك معانا وحاسين فعلا إن احنا وسط أهلينا. وجيت أعرض طبعا الزي السيناوي عندنا، الطرز السيناوي والمرمرية والأعشاب والمورينجا والزعتر، كل الحاجات السيناوية قلنا لازم نعرفها برضو على المحافظات التانية ويبقى في تلاحم بيننا وبين المحافظات التانية. بنشكر المحافظة على الاستقبال العظيم ده، وعلى فكرة الحاجات دي زي تبادل خبرات، احنا بناخد من عندهم حاجة بتبقى ناقصة عندنا، احنا بنديهم حاجة بتبقى ناقصة عندهم، يعني حاجة جميلة جدا ونتمنى تفضل مستمرة كل سنة. شاركنا بمنتجنا المتواجد في القاهرة اللي هي المجالس العربية والأسفنج والمراتب، وحبينا ان احنا نزور الوادي الجديد ونتعرف على اهله والناس والمنطقه، والحمد لله سرايحنا يعني ارتحنا راحه تامه يعني، واستقبال الناس وضيافتهم والجو مريح ومريح للنفس والعين والنظر، والناس محترمين جدا وضيفونا واستقبلونا احسن استقبال. وجدنا عمل الى درجه عاليه من الرقي وعمل نوعي. مصر لم تعد تمتاز بالانتاج فقط في التمور، بل انها أيضا اليوم تتميز بأن تتجه نحو التصنيع والتصنيع النوعي، وهذا توجه فخامة الرئيس السيسي الذي يرى فيه أن تتجه مصر إلى زيادة الصادرات وزيادة الصناعات النوعية.